يا اهلا بيكم مره تانيه. تعالوا بقى نتكلم في الفقره دي عن الالعاب الرياضيه الاخرى، وخصوصا الالعاب اللي النادي الاهلي عمل فيها شغل رائع في الفتره الاخيره، كما هو الحال في رياضه الجمباز. عايزين نتكلم عن الخطوات اللي اتحققت في الفتره الاخيره والنتائج الجميله الحقيقه اللي فعلا كلنا سعدنا بيها مؤخرا. تعالوا نتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا، الدكتور كريم علي عبد الرحمن، هو المدرب العام لقطاع جمباز النادي الاهلي للرجال. يا صباح الفل عليكم، منورنا. اهلا بيك. صباح الهنا. صباح الخير. ده بيتك كده كده يا دكتور، اكيد طبعا. مش ضيف يعني. وطبعا زي ما كريم قال، الجمباز من الرياضات اللي فعلا لازم نقف عندها ونقول عامله طفره في الفترات كمان الاخيره بشكل كبير جدا. قبل ما حدثنا، انا بحب دايما ابدا من النشأ، يعني لو هنتكلم عن السن اصلا لبدايه دخول الجمباز او ممارسه هذه الرياضه، وهل بيختلف من ولد لبنت صغيرين ولا السن بيكون واحد كستارت؟ هو بدايه التدريب بيفضل تبقى 4 سنين. 4 ولاد وبنات، عشان يبقى فيه بس جزء من الاستيعاب. هو كده كده الطفل لما يبقى عنده 4 سنين بيبدا يستوعب، بيبدا يتكلم معاك، تبدا تديله انستراكشنز معينه ينفذها. يوصل ان المرحله السنيه دي هي مرحله بتحب فيها الولد او البنت التواجد في المكان، مش مرحله تدريب قد ما هي مرحله تعايش مع المكان، وان هو بيبدا يسمع لابسط حاجه من التعليمات بتاعت المدرب او الناس اللي موجوده في المكان. تقف فين، تقعد فين، عمليه نظاميه في الاول وفي الاخر، وبعدين يبدا نحط الشغل التدريبي اللي يأهله بعد كده يتدرج عشان يخش في رياضه الجمباز اللي هي مسافتها في الاعداد طويله جدا يعني. اوكي، يعني سن النموذجي للبدايه سن 4 سنين. احنا قبل ما نخش بقى في اي كلمه منافسه او مش منافسه، طبعا التجهيز نبدا بس كده. اوكي طيب، احنا برضو عارفين ان حضرتك محكم دولي في رياضه الجمباز، وانا شخصيا عارف ان انت بكره ان شاء الله مسافر بالسلامه. ان شاء الله. هتشارك في بطوله ايه اللي عندنا بكره ان شاء الله باذن الله؟ الاتحاد المصري للجمباز ربنا يوفقه، رئاسه الدكتور ايهاب امين، تم اختياري ان انا اطلع احكم بطوله افريقيا. معموله فين بقى المره دي؟ في جنوب افريقيا ان شاء الله. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. اوكي. المؤهله للاولمبياد. اوكي. وهي بطوله العالم المؤهله للاولمبياد. فده هيشارك فيها منتخب. بطوله بتسلم بطوله. احنا عندنا نظام ان انت مثلا عشان تروح بطوله العالم لازم تلعب بطوله افريقيا وتجيب رانك معين عشان تتاهل للبطوله المؤهله للاولمبياد. اوكي. ده نظام تابع للاتحاد الدولي. تبقى البطوله تحت اشراف الاتحاد الدولي للجمباز. فباذن الله رايح باذن الله بكره ان شاء الله تحكيم البطوله، هي مده 6 ايام، ونرجع باذن الله ان شاء الله باذن الله المنتخب منصور باذن الله. يا رب. ومعنا لعيبه من الاهلي باذن الله بتلعب في نفس في المنتخب، نتمنى التوفيق لجميع لعيب المنتخب ان شاء الله. الجمباز دايما ده تقول لي برضو دكتور كريم من الرياضات اللي الامهات او الاهالي بيبقوا حابين ولادهم في سن معين ان هم يروحوا يمارسوها، بس برضو بيخافوا لان اصاباتها معروفه ان هي كتيره. هل الكلام ده لحد دلوقتي مظبوط، ولا مع التطوير اللي ممكن يحصل في الفنيات وغيره مش وارده قوي الاصابات دي زي زمان؟ بص، خلينا نقول ان الاصابه دي شيء قدري، مالهاش علاقه برياضه معينه. مالهاش علاقه الاصابه دي شيء قدري. رياضه الجمباز رياضه صعبه. رياضه الجمباز رياضه تبان حلوه، ادائها جميل، تستمتع بيه، بس دايما تشوف ان لازم في حاجه فلسفيه كده. اي حاجه حلوه قوي وراها مجهود كبير جدا. اكيد صحيح طبعا، وراها مجهود كبير جدا. فهي رياضه الجمباز الحلوه قوي اللي بتستمتع بيها دي وراها مجهود كبير جدا. الجسم البشري اللي بيعمل حركات في الهواء واللي بيلعب على متوازي عقله وارضي، ده وراه مجهود كبير جدا. حته الاصابه ده شيء قدري، يعني في حد بيتصاب على مرتبه سافنج، في واحد بيتصاب وهو ماشي. في رياضات بيسموها خطره، وفي رياضات هي رياضة تبقى صعبة. نسبه الخطوره فيها هي رياضه صعبه، بس موضوع الاصابه ده شيء قدري ملهاش علاقه. يعني الاصابه بتيجي في كسر من السن. طب ما هنقعد ندور على الاسباب مش هنلاقي سبب. طب برضو على ذكر الفئات العمريه الاصغر اللي هم الناشئ، في كتير من الاهالي عندهم يقين، مش مجرد اقتناع، ده يقين بان الرياضه دي رياضه الجمباز هي الرياضه الامثل اللي يخلوا ابنهم او بنتهم يبتدوا بيها حتى لو كانوا هيروحوا بعدها لرياضه تانية، مقتنعين ان هي فيها ما يكفي من تاسيس الجسم لابنهم او لبنتهم. هي اي درجه الكلام ده مظبوط؟ هي دي حقيقه فعلا، وده شيء على مستوى العالم. معظم الناس بتلعب الجمباز كتاسيس، لان جميع عضلات الجسم وجميع القدرات البدنيه اللي موجوده بتؤهل في رياضه الجمباز. يعني عندك رياضه الجمباز ما فيش عنصر من عناصر القدرات البدنيه مش موجود في رياضه الجمباز. بس المشكله ان ده بيتحول معاهم بعد كده بقى الرغبه في ممارسه الجمباز. ومش كل جسم موجود ممكن يلعب،
ومش كل قدرات نفسيه ممكن تلعب. وكان معاكم استاذ علم النفس دكتور صفي، هو بياكد ساعات بنتكلم مع بعض بياكد على الكلام ده، مش كل قدرات نفسيه بتلعب، مش كل قدرات عقليه تلعب. في ولد يبقى بدنيا هايل بس قدراته النفسيه ما تنفعش في الجمهور. في ولد قدراته النفسيه تنفع بس هو بدنيا مش مؤهل. بس هي تؤهله للعبه ثانيه، بيبدا من ليفل في الاعداد في الاعداد البدني اعلى من اقرانه في اللعبه دي. طيب انا عايزه برضو اتكلم معاك، لان انا بقول لك من حاجات اللي هي كومن او اللي هي وارده عن رياض او كنا بنسمعها حتى من واحنا صغيرين، الاصابات بتاعه الكتف تحديدا والمفاصل وغيره. هل برضو مع الوجود دلوقتي التطور في التدريب وغيره والتغذيه وغيره من هذه الامور تؤثر بشكل ايجابي على تقليل عدد الاصابات، وان كانت من وجهه نظر حضرتك ما هياش الاعلى نسبه يعني؟ هو في دلوقتي علم عند في الطب الرياضي بالظبط، وفي في اصابات الملاعب حاجه اسمها انجري بريفنشن، منع الاصابه او التقليل من حدوث الاصابه. كويس. ده عن طريق التدريب وعن طريق الاعداد البدني بطرق معينه. بس في نفس الوقت هرجع اقول لك تاني ان الاصابه شيء قدري، ممكن تحصل، ممكن تحصل نتيجه خطا في اداء. ما ننساش ان انا بلعب على جهاز هو عباره عن خشب حديد. ما هو عشان كده انا بقول غير الاسكواش مثلا، غير رياضات غير التنس يعني، ممكن ساعات لعيب يرتطم بجهاز، لما هيرتطم يعني بجهاز خشب او جهاز حديد هيحصل ايه؟ هتحصل اصابه بالظبط. او لما هيعمل حركه وارد الخطا، لعيب الكوره بيجي ساعات الكوره يبصيها بتطلع الكوره على من لعيب عالي مستواه عالي. ما فيش لعيب على مستوى العالم حتى كريستيانو رونالدو نسبه الباسز بتاعته بتيجي 100% في كل ماتش. ايوه طبعا بنسب مختلفه. فاللعيب الجمباز يعني ممكن يحصل خطا، الخطا ده وارد ان ممكن تبقى خطا كبير ساعات فيتال ميستيك تحصل اصابه. طيب. هل دي وارد. بتؤدي الى بقى يعني في اخطاء مثلا بتحصل في الملاعب وبعد كده اللاعب يقدر ان هو يكمل بعد علاج، هل الاصابات من الجمباز كمان فيها استشفاء ولا نسبه كبيره جدا فيها استشفاء؟ سيفير قوي مثلا نسبه كبيره فيها استشفاء. أوكي. ونسبة كبيرة بتبقى اصابات سيفير بتحتاج وقت طويل للاستشفاء، قليل قوي اللي اتصاب اصابات ما رجعش وما كملش منها. بس بتبقى يعني حاجات صعبة شوية. طيب خلينا برضو بفرصة وحضرتك منورنا النهاردة نعرف الناس وبصفة خاصة الأولياء الأمور والأهالي اللي عندهم أولاد صغيرين لسه هيبتدوا يخلوهم يمارسوا رياضة وغالبا هيكون الاختيار هو الجمباز بطبيعة الحال. تعالى نعرف الناس إيه أنواع الجمباز. إحنا أنواع الجمباز عندنا الجمباز الفني رجال، وجمباز اللي هو الاجهزه اللي هو الارضي وحصان حلق والحلق والبنات بالنسبه okay. اجهزه البنات، وفي جمباز ايقاعي وفي جمباز ايروبيك وفي حاجه اسمها جمباز للجميع الانواع، وفي جمباز ترامبولين. جمباز الايقاعي والايروبيك ده خاص بالبنات بس؟ لا الايروبيك بنات وبنات، الايقاعي خاص بالبنات فقط. اوكي okay. احنا عندنا في الاهلي جمباز الفني فقط، احنا مركزين في جزئيه الجمباز الفني فقط. في انديه ثانيه فيها جمباز ايقاعي، فيها جمباز ايروبيك، وفي حاجه اسمها جمباز للجميع. هو اشبه بالعروض. التركيز على النوع ده تحديدا لان بقيه الانواع محتاجه مساحات اخرى، واحنا محتاجين الكباسيتي بتاعت المكان تبقى مجهزه بس للجمباز بتاعنا. الجمباز احنا مركزين على ان احنا نطلع ابطال في الفئه دي بتاعت الجمباز الفني. والحمد لله على مدار سنين كتير جدا غزينا المنتخبات بلعيبه كويسه جدا من النادي الاهلي الحمد لله، فاحنا مركزين على جزء الجمباز الفني. الفكره كلها في ان انت تلعب ايه؟ لا الفكره ان انت تلعب يعني تبدا الجمباز كتاهيل سواء كان تكمل في الجمباز او لرياضه اخرى. وتبقى عارف انت ممكن تكمل او لا. ولما توصل لمرحله معينه انت مش عارف تكمل ما تكبرش. ايوه طبعا. إيه عشان ما تضيعش وقتك. كويس، طب احنا لو هنتكلم على الاولمبياد بقى وطموحنا واحلامنا اكيد، واي بطوله دلوقتي مؤهله للاولمبياد بنركز فيها بشغل او بشكل كبير، احنا فين اولا عالميا في هذه الرياضه رقم واحد، رقم اثنين طموحنا لباريس 2024 باذن الله ايه؟ خلينا برضو نعرف. هو الاتحاد المصري للجمباز بقياده الدكتور ايهاب امين بصراحه عامل مجهود كويس جدا وعامل طفره في الجمباز كويسه جدا. بس لازم حضرتك نعرف ان بنى فريق عشان يخوض معترك اولمبي ده مش سهل. اكيد. اعداد لاعب الجمباز بياخد من 12 ل 14 سنه. لعيب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين. بيسمح له يلعب ناشئ وهو عنده 14 سنه. اوكي. بيسمح له يلعب دولي باسم المنتخب الكبير وهو عنده 18 سنه. ده قانون من الاتحاد الدولي. ايوه. فانت عشان تبني فريق فده موضوع كبير. احنا دلوقتي عندنا لعيبه دخلوا نهائيات كاسات عالم، لعيبه حققوا ميداليات في بطولات عالم، لعيبه دخلت على مستوى الناشئين حققوا ميداليات في بطوله العالم الاخيره كانت في تركيا، لعيبه دخلوا في احسن 24 لاعب في بطوله العالم في ليفربول.
على المستوى الفردي احنا ماشيين كويس، على المستوى الجماعي فريق الجمباز دلوقتي حقق رانك كويس ال 15 على العالم. عشان تخش في احسن 12 تبدا تتدرج تخش كفريق، لا ده هياخد وقت. بس بالنظام اللي احنا ماشيين بيه ممكن على 28 يبقى عندنا فريق كويس يخش في احسن 10 في لوس انجلوس يعني. بعاد عن 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 دول تانية في الرياضه دي؟ لا الدول التانية دي اللعيبه عندها بيتفرغ تماما للرياضه. اوكي. متفرغ تماما، بيتمرن 3 4 مرات في اليوم. عنده سيستم، هو الرياضه وبعدين اي حاجه تانية. اوكي. احنا السيستم الحياتي عندنا لا، في دراسه، الدراسة وبعد كده اي حاجه، في مواصلات طبعا، في صوت، في حاجات كتير قوي بره الرياضه. بس دي نقطه كل تقريبا المعنيين في رياضات اخرى تحدثت عنها، كل ما نسال حد تقريبا عن مستوانا عالميا يقول لك احنا في المستوى الفلاني، والاسباب كتيره منها ان الدول الثانيه بيعملوش حاجه غير ان هم بيتمرنوا. تفرغ، طب ما هو ده يدينا مؤشر ان احنا عمرنا ما هنوصل للتوب مثلا 5 او 3. لا هنوصل الا لو غيرنا اللايف ستايل بتاعنا، على فكره فيري هارد. احنا هنوصل، مش سهل ابدا ان احنا هنوصل، بس هياخد وقت اطول. هنوصل بفرديات بس كعمل جماعي هياخد وقت اطول. طب وليه المنظومه ما تغيرش تفاصيلها بحيث ان يبقى عندنا النمط ده في حياتنا؟ في محاولات لعمل تفرغ للاعبين، بس هيفضل اللاعب برضو عنده فتره في حياته انه لازم يروح يمتحن، لازم يروح يعمل حاجه معينه، لازم يروح يخلص عنده التزامات عائليه، هتفضل. بس دلوقتي في محاولات لايجاد وقت لتفرغ اللاعبين علشان يقوموا تدريب. يعني احنا مثلا عندنا في النادي الاهلي فريقنا في فريق الدرجه الاولى اللي الحمد لله على مدار سنتين الحمد لله خدنا بطوله الجمهوريه، كسبنا اول. الفتره بتاعت من نص 5 لغايه نص 6 او اواخرها احنا التدريب بيبقى متقطع. احنا الجهاز الفني بيبقى موجودين 7 ايام في الاسبوع. اوكي. علشان اي لعيب هيجي في اي يوم هنمرنه. ليه؟ انا مش هحدد عدد ايام معينه، لان انا مثلا عندي لعيب عنده امتحان في الجامعه بتاعته يوم السبت مش هيجي، عنده امتحان يوم السبت والحد، فسبت وحد مش هيجي. طب انا موجود بقيت ايام الاسبوع، انا النهارده في لعيب جاي لي وانا جاي له مخصوص عشان هو جاي لي النهارده، عشان هو لعيب ده في طب جامعه الدلتا في المنصوره، اللعيب ده بيروح المنصوره ويجي لي يتمرن في النادي. يعني ساعات بيروح الامتحان ويجي لي على النادي. شوف المسافه، ده اجهاد، ده لعيب من اللعيبه الاساسيه في الفريق عندي في النادي الاهلي. فده انت لازم بتحاول تاخد اجراءات اخرى عشان توفر وقت لتدريب اللاعبين. فدي اجراءات بتبقى صعبه، مجهده عليك، مجهده على اللاعب، مجهده على الاسره. يعني عندها حق مثلا بنتي في سنه 5 وسنه 4 السنه اللي فاتت، انا زوجتي كانت بتتعب معاها ومعايا جدا في الفتره دي، ما بين ان هي بتلعب رياضه، بتلعب بنتي بتلعب كاراتيه، بتلعب جمباز. انتوا اكيد الامهات عندكم في العيله بشكل خاص اكيد مفرهدين منكم، ما شاء الله انتوا مستاثرين برياضه الجمباز بصفه خاصه. لا. على مستوى العيله كلها. انا بعدت بنتي عن الجمباز خالص، بنتي امكانياتها ما تجيبش جمباز، وزوجتي تفهمت الموضوع ده، انا خرجت بنتي من الجمباز وهي تعبانه. مثلا انا زوجتي تعبانه معاها وتعبانه. يعني انت وديتها من الجمباز للكروكيه، بقى راحت ملاكمه تقريبا. كاراتيه. كاراتيه بس منافسه مع مذاكره، ده يعني فتره الامتحانات بتبقى فتره مجهده جدا، مع فتره المذاكره مع مناهج كبيره جدا. فده من العوائق اللي مثلا بتخليني. طب هي خلصت الامتحانات عندها حاجه كانت في النادي الاهلي هنا، بطوله الرانك بتاعت النادي. طب بعديها بخمس ايام، طب ما دي برضو طبعا الكوميونيكيشن ما بين او التنسيق ما بين الوزارات المختلفه ده طالبنا بيه مليون مره، والرياضيين طلعوا اتكلموا عنه مليون مره. لو احنا عايزين هدف معين وهو حصول مصر على اعلى عدد من الميداليات في الاولمبيات المختلفه، لازم ابني وراه ده، ولازم الاساس يكون من التنسيق مع وزاره التعليم والتعليم العالي والاتحادات المختلفه والرياضه والشباب. يعني احنا كمصريين بنتعامل ايه ده مش واصل لحد دلوقتي. احنا كمصريين بنتعامل معاني واضح، احنا بنشوف الوضع اللي موجود ونطبق عليه وبنحاول نتعامل معاه. صعب. هي البيز دايما هو الاساس. يعني انت لو ده لسه في خلل هتبني ازاي؟ ما هتبني بنفس التكرار نفس المشهد. يعني ما احنا بنحاول نتعامل مع الوضع الموجود، بنحاول نلاقي له الطريقه للحل. بس انتوا للامانه برضو احسنتوا التعامل مع الاوضاع الموجوده، بدليل ان في الفتره الاخيره الجمباز في النادي الاهلي محقق طفرات كبيره. احنا حاطين خطه بقالنا كذا سنه. يعني الموضوع مش على الصعيد الفني، مش على صعيد المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها، ده موضوع عام. ما بنفصلش. اوكي. احنا حاطين خطه بقالنا كذا سنه، من ساعه ما جيت انا كمدرب الفريق الدرجه الاولى
لغايه لما مسكت مدرب عام احنا حاطين خطه. جهاز الفني القياده دكتور محمد فؤاد بنقعد وبنتكلم هنعمل ايه من اول الولاد الصغيرين لغايه فريق الاول، لان احنا عندنا كونسبت ان اللعيب اللي تحت 7 سنين ده هو لاعب فريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي. ليه؟ لان هو بعد كام سنه هو ده اللي هيغذي، انا مش هجيب لعيبه من بره. يعني نسبه ان انا بجيب لعيب من بره دي نسبه لا تتعدى 10%. يعني انا عندي لعيب في الاهلي بس ولا في المطلق؟ يعني في مفيش الجمباز. احتراف قوي في دنيا الجمباز؟ في بس يعني مثلا انا عندي لاعب واحد جاي لي من بره، هو لاعب اولمبي، لاعب عمر عربي، لاعب هايل ربنا يوفقه معانا في بطوله افريقيا ان شاء الله. بس يعني 80% الباقيين من الفريق من النادي. وده يعني حلو، ده حلو طبعا من ولاد النادي أحسن. فاحنا عندنا اللعيب الصغير هو اللي بنطعم بيه الفرق الكبير. النادي الاهلي طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب والنشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي عملوا معانا حاجه كويسه جدا السنه دي، جبنا 2 خبراء اجانب تم التعاقد معاهم، دول مشرفين على القطاع، بنقعد نتناقش في الخطط اللي هتحط للعيبه الصغيرين. هو بيحط الاستراتيجي واحنا بنبقى مسؤولين عن تنفيذها وبنتناقش في الاستراتيجي دي عشان ازاي نبني جيل كويس. مين الاثنين الخبراء دول؟ ده ايجور كوربشينسكي، ده بطل عالم وده كان بطل اولمبياد ومحقق ميداليات على مستوى الاولمبياد، وكان رئيس الاتحاد الاوكراني فتره من فترات، كان المدير الفني لمنتخب اوكرانيا، وزوجته هي برده كانت مدربه منتخب اوكرانيا قبل كده. فاحنا جايبين خبراء على مستوى عالي، النادي ما بخلش علينا وتم التعاقد، وكانت الجلسه اللي بنتناقش فيها كانت مع كابتن خالد العوضي مع الناس، وقال لي هاتهم دلوقتي على طول. كويس جدا، يبقى احنا الشق الفني رائعين جدا وعاملين تميز زي احنا بنحاول في النادي الاهلي. يتبقى الشق اللي احنا بنتكلم فيه العموم او العام وهو الخاص بكمان المنتخب بتاعنا علشان نقدر ان احنا نوازن ما بين الدراسه وما بين التمرينات وما بين التالق الرياضي اللي هو لسه فيه شويه مشكله او ميس كوميونيكيشن بين الوزارات المعنيه. ده هنفضل موجود، بس احنا طالما احنا مش عارفين نغيره فاحنا هنتعامل معاه، نحاول على احنا بنتعامل معاه لانه ضغط كبير على اللعيبه في الاول وفي الاخر، على اللعيبه وعلى الجهاز. يعني انا بالزبط. يعني حضرتك مثلا احنا كجهاز فني احنا بنروح 7 ايام في الاسبوع، يعني انا مثلا المجهود ده ممكن يتوفر بقى في التركيز في الفنيات. الواحد بيروح الشغل ويرجع البيت يعني بالظبط. لا انا بروح الشغل على طول اليوم وازور البيت شويه. ربنا يعينك ويقدرك، وانتوا الحقيقه عاملين شغل هايل طبعا. بدليل زي ما كنت بقول لك من شويه النجاحات اللي اتحققت في عالم الجمباز في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا، وبنتمنى لك يعني مشاركه سعيده في بطوله افريقيا، وبسعد بتواجدي معاكم على طول استاذ كريم، استاذ نهاوند نورتنا ومنوره الراديو. انا عندي راديو دلوقتي هسمعك وانا ماشي في الطريق. شكرا، انا متشكر جدا لتواجدي معاكم، وصباح الخير على النادي الاهلي. صباح الهنا علينا جميعا يا رب. شكرا جدا. شكرا شكرا جدا. نشكر حضراتكم اكيد انا وكريم على متابعتنا النهارده وبدايه الاسبوع، ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.